السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبابي الكرام في لقاء آخر مع دروس مادة التربية الإسلامية المخصصة للمستوى الثالث إعدادي. أتمنى لكم التوفيق. في الدرس السابق تحدثنا عن الجزء الثاني من سورة الحشر، وبالمناسبة هذه الآيات تحدثت لنا عن مجموعة من القيم. من يستطيع منكم أن يذكر لي ثلاث قيم من القيم التي ذكرت في هذه الآية والتي نستفيدها من هذه الآيات؟ هذا سؤال أتمنى أن تجيبوا عنه اليوم إن شاء الله. عندنا درس آخر بعنوان أهمية التدين في حياة الفرد والمجتمع. سنرى من خلال هذا الدرس بحول الله تعالى مجموعة من الأمور المهمة جدا. وقبل أن نبدأ كالعادة سنبدأ بوضعية مشكلة بسيطة نمهد بها لهذا الدرس، وتكون بمثابة إشكالات يكون الدرس جوابا وحلا لهذه الإشكالات بحول الله وقوته. إذا لنقرأ معا هذه الوضعية، وهي وضعية بسيطة من خلالها نتدرب على كيفية استخراج الموضوع، ثم كذلك الإشكال والفرضيات لنمحص تلك الفرضيات في نهاية الحصة بحول الله وقوته. الوضعية تقول: خالد شاب مسلم، ركزوا جيدا، خالد شاب مسلم يصلي بين الفينة والأخرى، يكذب أحيانا ويشعر بقلق نفسي. نصحه صديقه جورج بأن يترك هذا الدين، فهو سبب قلقه ليصبح بعد ذلك حرا من كل القيود. لو تأملنا الوضعية سنجد نعم أن الوضعية هي فيها شخصيتان رئيسيتان. الشخصية الأولى هي خالد، نعم، والشخصية الثانية هي جورج. جميل. إذا من خلال الوضعية ما هو الشيء الذي يعاني منه خالد؟ ممتاز. إذا خالد يعاني من قلق نفسي رغم أنه مسلم، أنه يصلي، ومع ذلك يشعر بقلق وأحيانا يكذب خالد. ما هو الحل الذي اقترحه صديقه جورج؟ نعم، صديقه جورج من خلال الوضعية اقترح عليه حلا، وهو أن يترك هذا الدين. فقال له أن هذا الدين اللي هو الإسلام الذي أنت تعتنقه هو السبب في هذا المشكل الذي تعاني منه، وهو القلق. لذلك عليك أن تترك هذا الدين، وبالتالي ستصبح حرا من كل القيود. إذن هنا خالد لم يتخذ أي قرار، فنحن نريد أن نساعده، نحاول أن نرى هل فعلا هذا الحل الذي ترك أو الذي اقترحه جورج هو حل صحيح، وهل الدين فعلا هو الذي سبب لخالد هذا القلق الذي يعاني منه. إذن نحاول معا أن نستخرج القضية. إذن القضية الرئيسية ثم الإشكاليات ثم الفرضيات. إذن القضية الرئيسية لو تأملناها هي ماذا هي؟ نعم، أو الموضوع الرئيسي هو شعور خالد بالقلق النفسي. هذا هو الموضوع الرئيسي، خالد يشعر بقلق نفسي. الإشكالية هنا جورج اقترح عليه حلا وهو أن يترك هذا الدين. إذن هنا نتساءل، نطرح إشكالا، هل الدين هو السبب في القلق الذي يشعر به خالد؟ هل فعلا هذا القلق الذي يشعر به خالد ناتج عن الدين أم لا؟ ثم بطبيعة الحال هنا ننتقل لاستخلاص الفرضيات أو طرح مجموعة من الفرضيات. وقلنا دائما الفرضيات هي إجابات محتملة، قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. الفرضية الأولى بالنسبة لك أنت، لو طرح عليك هذا السؤال: هل القلق الذي يعاني منه خالد سببه الدين؟ إذا منكم من سيقول بأن الدين ليس هو سبب هذا القلق، ربما أن القلق هو ناتج عن سوء التزام خالد بالدين. لأن نلاحظ أنه يصلي بين الفينة والأخرى، وأحيانا يقطع الصلاة، وأحيانا يكذب. إذا ربما يكون السبب هو في عدم التزام خالد بالدين.
أو هناك فرضية أخرى وهي أن الدين فعلا هو السبب في قلق خالد. إذا هذا تحليل بسيط، وهذه فرضية سنرى في نهاية الحصة إن شاء الله أي هذه الفرضيات أو الصواب. إذا يمكن أن تدون هذا التحليل حتى نرجع إليه في نهاية الحصة. إذا القضية شعور خالد بالقلق النفسي، أو الموضوع هو شعور خالد بالقلق النفسي، إشكالية هل الدين هو السبب في القلق الذي يشعر به خالد؟ ثم فرضيات الدين هو السبب في القلق الذي يشعر به خالد، واحتمال ثاني أن خالد هو السبب لأنه لا يلتزم بدينه. إذا هذا إشكال مهم جدا في هذا الدرس. إذا لكي نجيب عن هذا الإشكال إن شاء الله موضوعنا سنتحدث فيه عن العناصر الآتية: أهمية التدين في حياة الفرد والمجتمع. أولا لابد أن نفرق بين مفهومين، عندنا مفهوم الدين ومفهوم التدين. هل الدين هو التدين أم هناك فرق بين الدين وبين التدين؟ ثم أيضا سنتحدث عن حاجة الإنسان إلى التدين، هل الإنسان فعلا في حاجة إلى التدين أم أنه يستطيع العيش بدون تدين والتدين لا قيمة له؟ ثم ما هي مظاهر التدين في حياة المسلم؟ وكذلك أثر التدين على الفرد والمجتمع، هل له أثر؟ إذن هناك نوع من التداخل بين حاجة الإنسان إلى التدين وأثر التدين على الفرد والمجتمع، ولكن سنرى أنهما كان هناك فرق بين الأمرين. إذن على بركة الله دائما ننطلق من نصوص نبدأ بها، إذن سنحاول أن نبدأ بمفهوم الدين والتدين والفرق بينهما، وسننطلق من مجموعة من النصوص. نقرأ النص الأول. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذه الآية من سورة آل عمران. الله عز وجل يخبرنا أنه من يبتغي غير الإسلام دينا، أي من أراد دينا غير دين الإسلام، فهو لن يقبل منه، بمعنى أن كل أديان في هذا الزمن فهي مرفوضة إلا دين واحد هو المقبول عند الله عز وجل، وهو دين الإسلام، وهو في الآخرة من الخاسرين، أي من اتبع دينا آخر غير دين الإسلام فهو في الآخرة من الخاسرين. إذا الذي يهمنا هنا هو كلمة دين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ماذا نقصد بالدين؟ ماذا نقصد بالدين؟ ثم نتأمل هذا النص. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن هذه الآيات من سورة الحج يأمرنا الله عز وجل فيها بمجموعة من الأمور، يأمرنا بالركوع والسجود وعبادة الله عز وجل، وأن هذا سبب للفلاح. إذا أردت أن تكون من المفلحين فالتزم بهذه الأمور، هي الركوع والسجود وعبادة الله عز وجل. لكن السؤال الذي أطرحه الآن عليكم، هذا الأمر وهذه التوجيهات واردة في هذه الآية، هل هي تدخل ضمن الدين أم ضمن التدين؟ هل تدخل ضمن الدين أم ضمن التدين؟ إذا الآن نريد أن نعرف ما معنى الدين، ما معنى التدين، ما الفرق بينهما. إذا إن شاء الله سنتعرف على ذلك، فقط ركزوا معي جيدا، ركزوا جيدا. إذا نتأمل، ننتقل إلى بيان مفهوم الدين والتدين. أولا نتأمل هذه الصورة، أنتم تلاحظون هنا امرأة تعبد بقرة، ثم أيضا هذا ما يسمى بإله، هذا يسمى بوذا، وهذه ديانة يعبدون رجل يسمى بوذا، وله قصة لغير ذلك. المهم تسمى الديانة البوذية، وناس يؤلهون هذا الشخص. ثم كذلك تلاحظون هذه صورة لرجل، وهؤلاء الذين يعبدون الجرذان في إيران. السؤال هنا، هل هذا يسمى دين أم ليس دين؟ نحن رجعنا إلى الآية التي سبقت، يقول فيها الله عز وجل:
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي الآية أخرى إن الدين عند الله الإسلام. إذا هل هذه الآلهة وهذه الأمور التي يعبدها هؤلاء هل هي دين أم ليست دين؟ إذا بعضكم يقول ليست دين، والبعض ربما يقول أنها دين. الجواب هنا نميز بين أمرين، بين الدين من الناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية. من الناحية اللغوية فهذا يسمى دين، يسمى دين لأن الدين في اللغة هو من فعل دان، بمعنى اعتنق واعتقد مذهبا ما وصار على نهجه. أي شيء يؤمن به الإنسان بغض النظر هل هو صحيح أم هو خطأ، إذا كان الإنسان يؤمن به فهو يسمى دين. إذا هذا دين من الناحية اللغوية، لكن من الناحية الشرعية فهو لا يسمى دين، لأن الدين من الناحية الشرعية من الناحية الاصطلاحية يقصد أو يطلق على الدين الحق، دين الإسلام، بمعنى تلك التعاليم وتلك الأمور التي جاء بها دين الإسلام لتنظيم علاقات الإنسان الأربع، أي علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبالغير، ثم كذلك بالكون الذي يعيش فيه الإنسان. إذا نميز بين الدين وبين التدين. ما زلنا في سياق بيان الفرق بين الدين وبين التدين، وحتى نوضح الدين أكثر والفرق بينه وبين التدين، نلاحظ ونتأمل هذه الأمور التي ترونها، اللي هي العقيدة، العبادات، الأخلاق، المعاملات. لو تأملنا الدين، الدين ما هو؟ الدين هو تلك الأمور التي جاء بها الله سبحانه وتعالى، سواء في العبادات أو في الأخلاق أو في المعاملات. مصدرها هو الله عز وجل، لأن الله هو الذي شرع الدين. فالدين وكأنه قانون واضح في مجموعة من الأمور، في العقيدة، في العبادات، الأخلاق، المعاملات، افعل كذا لا تفعل، هو دستور كامل. من هو مصدره؟ أكيد مصدره هو الله عز وجل، الله عز وجل. وعندما نقول الله عز وجل فهنا نتحدث عن الوحي، عن الكتاب وعن السنة. فالدين مصدره الله عز وجل، وهو بمثابة هذه الأمور التي ذكرت لكم. أما التدين ما هو؟ التدين هو الالتزام بتلك الأمور، هو تطبيق تلك الأمور. فعندنا دين هو دين الإسلام، ونقول إنسان متدين بالإسلام بمعنى يطبق تعاليم الإسلام. فالدين واحد، لكن الناس يختلفون في التدين، يختلفون في درجة تدينهم. فمثلا نجد أن فلان مثلا لا يطبق من الدين إلا 5% أو 6% أو 10%، مثلا يصلي ولكنه لا يصوم، أو يصوم ولا يصلي، يكذب أحيانا، يسرق، كما حصل لصديقنا خالد الذي ذكر في الوضعية. فالناس يتفاوتون في درجة التدين، كل واحد ودرجة التدين. إذا كلما كان الإنسان أكثر التزاما بأوامر الله عز وجل وابتعادا عما نهى عنه فنقول هذا إنسان متدين، وإذا كان الإنسان يفرط في تلك الأمور نقول هذا إنسان أقل تدينا. إذن الآية التي عندنا في الأعلى يقول فيها الله عز وجل: أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه تدخل في إطار ماذا؟ ممتاز، في إطار الدين، في إطار الدين الذي شرعه الله عز وجل. فعندما تقوم أنت أيها الإنسان بالإيمان بالله والركوع والسجود وعبادة الله عز وجل فأنت هنا متدين، أي طبقت تلك الأمور. إذن كخلاصة، إذن نكتب هذه الخلاصة معا، مفهوم الدين والتدين والفرق بينهما. إذا قلنا الدين أولا ثم التدين، الدين هو قلنا لغة من فعل دان، يدين أي تعبد بدين معين، تعبد بدين معين، قلنا بغض النظر هل هذا الدين صحيح أم خاطئ. أما اصطلاحا والتعاليم الإلهية التي شرعها الله عز وجل من عقيدة وعبادة ومعاملات وغيرها لتنظيم العلاقة بين البشر ومع خالقهم ومع أنفسهم. ويمكن أيضا أن تجد تعريفا غير هذا، مثلا كتعريف أن الدين هو الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، لكن هذا التعريف واضح وجيد. ثم أما التدين بالنسبة قلنا هو تطبيق وممارسة تعاليم الدين الإسلامي والالتزام تلك التشريعات والأحكام التي جاء بها. لو سئلنا عن الفرق بين الدين والتدين، فالدين هو هدي الله والتدين هو تطبيق لهدي الله.
الدين وضع إلهي والتدين كسب بشري. الدين مصدره الله، أما التدين فهو تطبيق لهذه الأمور التي جاء بها الله سبحانه وتعالى. إذا الدين هدي الله، أما التدين فهو تطبيق لهدي الله سبحانه وتعالى. إذا تكتبون تلك الخلاصة. الآن نرى حاجة الإنسان إلى التدين، هل الإنسان في حاجة إلى التدين أم أنه غني عن التدين وعبادة الله عز وجل؟ نتأمل هذه الآية. قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إذن أيها الأحباب، خلال هذه الآية الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، فالذي يتحكم في هذا الكون هو الله عز وجل. وكل واحد من خلال هذه الآية، هؤلاء الناس الذين يكونون بعيدين عن الله عز وجل متى يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال تعالى: وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. إذا الإنسان في أوقات الشدة، عندما يكون في وقت الشدة، في وقت الأزمات، مثل هؤلاء مثلا في البحر، وفجأة حدثت عاصفة ويرون الموت أمامهم، في هذه الحالة يلجؤون إلى من؟ نعم، يلجؤون إلى الله عز وجل، يتضرعون في هذه اللحظات. حتى ذلك الملحد الذي لا يؤمن بالله عز وجل، عندما يكون في موقف عصيب فإنه يتوجه إلى خالق هذا الكون: يا من خلق هذا الكون نجيني من هذه الأزمة. أو أن إنسان مثلا في طائرة وفقد هذه الطائرة، فقد صاحبها السيطرة عليها أو تعطل محركها وبدأت تهوي إلى الأرض. هؤلاء الذين في الطائرة يصيبهم الهلع، فيتضرعون إلى تلك القوة الخارقة لكي تنقذهم من هذه الأمور. إذن التدين هو شيء فطري في الإنسان، التدين وعبادة الله عز وجل والاعتراف بأن لهذا الكون خالق، هذا أمر فطري في الإنسان، وتظهر هذه الفطرة في وقت الشدة، وقت المحن تظهر هذه الفطرة. لكن في الأوقات العادية هذه الفطرة يعني كأن عليها غطاء، غشاء، بسبب تلك الأفكار والبيئة التي تربى فيها الإنسان. الدين شيء فطري في الإنسان، ونلاحظ هذا في أوقات الأزمات، عندما يكون الإنسان مريض أو يكون مثلا عنده امتحان معين، تجده يلجأ إلى الله، يسأل الله، يتضرع، لأن يكون إيمانه قوي، يظهر هذا التدين بشكل قوي في أوقات الشدة وأوقات الأزمات. إذن هنا نستنتج أن التدين هو شيء مهم في حياة الإنسان، وتظهر حاجة الإنسان إليه خاصة في أوقات الشدة. فالإنسان إذا لم يعبد الله عز وجل سيعبد شيء آخر. لماذا؟ لأن الإنسان كما سنأتي فيما بعد فيه روح وفيه جسد، وسنوضح هذا أكثر إن شاء الله عند الحديث عن آثار التدين. والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هنا في الحديث:
الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟ كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟ إذن هذه رواية من روايات هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن كل إنسان يولد على الفطرة. الفطرة هنا أي فطرة الإيمان بالله، الاستسلام لله سبحانه وتعالى. لكن هذه الفطرة تتغير بحسب البيئة، فأبواه يهودانه. فإذا ولد الإنسان في بيئة يهودية سيصبح يهوديا، إذا ولد في بيئة نصرانية سيصبح نصرانيا، أي ينصران يجعلانه على دين النصارى. وإذا ولد في بيئة المجوسية الذين يعبدون النار هذا فيصبح مجوسيا. إذا هكذا، فالبيئة التي يعيش فيها الإنسان تغير دينه فيصبح يعبد غير الله سبحانه وتعالى. إذا الخلاصة أيها الأحباب، التدين شيء فطري في الإنسان وغريزة راسخة في كيانه، ولا يمكن تصور إنسان بدون دين، إن لم يعبد الله عبد غيره كما رأينا في تلك الصور. فهؤلاء الذين يعبدون الجرذان أو البقر أو غيره، فلأن هناك فطرة في الإنسان، جوعة في الإنسان أنه يعبد إله معين، شيء يرى أن فيه قوة خارقة تتحكم في هذا الكون. فأرسل الله الأنبياء والرسل ليبينوا للناس ما هو الدين الحق الذي ينبغي اتباعه. إذا قلنا إن لم يعبد الله عبد غيره، وتظهر أهميته بوضوح في أوقات الشدة، وقد بعث الله عز وجل على مر العصور رسلا مبشرين ومنذرين ليرشدوا الناس إلى الدين الصحيح. إذا يمكنكم كتابة هذه الخلاصة في حاجة الإنسان إلى التدين. نمر إلى النقطة الموالية والمتعلقة بمظاهر التدين. هنا الإنسان عنده 4 علاقات أساسية: علاقات الإنسان بالله، علاقات الإنسان بنفسه، وعلاقات الإنسان بالكون المحيط به بما فيه المؤمنين والكافرين وهذه الأمور. إذا هنا يمكن أن نقسم هذه المظاهر إلى 3 أمور. إذا تدين بين الإنسان وبين ربه، ثم تدين بين الإنسان وبين نفسه، ثم تدين بين الإنسان وغيره. بمعنى، متى نقول أن هذا الإنسان هو متدين؟ في علاقته بالله وفي علاقته بنفسه، وكذلك في تعامله مع الغير. أما فيما يخص مظاهر التدين بين الإنسان وبين ربه، من خلال توحيد الله عز وجل، إن الإنسان يعبد الله عز وجل ويوحده ولا يشرك به، ثم المحافظة على أداء الشعائر التعبدية كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من هذه الأمور. أما فيما يخص مظاهر تدين الإنسان مع نفسه، فمن ذلك مثلا من خلال مظهره. فمثلا تستطيع أن تميز، الأصل أنك تستطيع أن تميز بين الإنسان المتدين وغير المتدين من خلال ملابسه، من خلال مظهره. فالمسلم عنده سمت معين يميزه عن غيره. ثم كذلك الكلام، فالمسلم يعني من خلال كلامه فهو لا يسب ولا يشتم ويتجنب مجموعة من الألفاظ. إذا هناك تدين يجب أن يكون في كلام الإنسان، فلا يرفع صوته إلى غير ذلك من هذه الأمور. ثم كذلك في التصرفات الظاهرة في تعامله مع الناس، وكذلك حتى في تصرفاته الباطنة، فهو لا يحقد ولا يبغض الناس ولا يشرك بالله بقلبه وغير ذلك. إذا هذه مظاهر التدين بين المؤمن ونفسه. ثم كذلك بين الإنسان وبين غيره، يعني من خلال العلاقة مع الغير والمعاملة معهم يظهر هذا الدين، من خلال مثلا الإخلاص والصدق في المعاملة، كذلك الوفاء بالعهود. فهذه كلها من مظاهر التدين بين الإنسان وبين الغير. إذا هذا ذكرناه باختصار فهو واضح. إذا يمكنكم أيضا تدوين هذه الخلاصة. نمر الآن إلى آثار التدين. ما هو أثر التدين؟ فائدة التدين على الفرد وعلى المجتمع. أولا على الفرد، هنا يمكن أن نذكر عدة أمور. أول شيء أن الإنسان فيه روح وفيه جسد. الإنسان عندما خلقه الله خلق آدم من تراب ونفخ فيه من روحه، فالإنسان من جسد ومن روح.
غذاء الجسد معروف، الأكل، الشرب، الرياضة، هذه أمور تغذي لك الجسد. لكن عندك فراغ، عندك جانب آخر اللي هو الروح. هذه الروح غذاؤها هو ماذا؟ هو الإيمان بالله عز وجل، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد في بعض الدول تجد فيها نسب الانتحار كثيرة بسبب الإلحاد، لأنهم لا يؤمنون بوجود إله. فتجد أن الإنسان عنده المال، عنده كل شيء، ولكن يشعر بفراغ روحي يؤدي به إلى ماذا؟ إلى الانتحار. إذا من فوائد التدين على الفرد أنه يملأ هذا الفراغ الروحي ويخلق لنا توازن بين مطالب الروح ومطالب الجسد. فالمؤمن الحق لا يفكر أبدا في الانتحار، بل دائما يلجأ إلى الله عز وجل في أوقات شدته وكذلك حتى في أوقات فرحه. النقطة الثانية هو تحرير العقل من حدود الماديات. فالإيمان يحررك من حدود الماديات، لأن الملحد مثلا أو الإنسان المادي لا يؤمن إلا بالأشياء التي يراها، أما الأشياء التي لا يراها فهو لا يؤمن بها، فهو يرى ينكر المعجزات، ينكر وجود الله عز وجل، ينكر كل شيء لا يراه، لأن عقله محدود فقط في الأمور المادية أو الأمور التي يحسها ويلمسها، ومع العلم أنه يؤمن بأشياء وهو لا يراها. مثلا يؤمن بالجاذبية، وهل الجاذبية نراها؟ ولكن يقول أنا أرى أترى الجاذبية، أرى أترها، لأنني مثلا إذا قمت بوضع شيء فهو سيسقط ولا يرتفع إلى الأعلى. يؤمن مثلا بأمور أخرى كالتيار الكهربائي، الكهرباء لا نراه، ولكن إذا لمسته سيصعقك، وهكذا. والمؤمن كذلك فهو يؤمن بالله، لأنه يرى آثار هذا الإله في الكون، هذه السماء، هذه الأرض، هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل، لا يمكن أن يكون قد أتى صدفة. إذا هذه بعض الأمور فقط إشارة. إذا من فوائد التدين تحرير العقل من حدود الماديات إلى عالم الغيب الذي يجد فيه الإنسان راحته ومتعته ولذته، يجد فيه عقل الإنسان متعته ولذته، لأن عقل الإنسان يحب الخيال. فعندما نتحدث مثلا عن الجنة أو عن النار يبدأ عقله يحاول أن يتخيل هذه الأمور وهكذا. ثم أيضا تقوية إرادة المسلم على فعل الطاعات وترك المنكرات. فالمؤمن يكون حريصا على فعل أوامر الله واجتناب نواهيه. لماذا؟ نعم، لأن هناك ما يسمى بالجزاء، عندك جزاء، أنك إذا صليت وعبدت الله وكنت صادقا وكذا فجزاؤك الجنة، وفي المقابل فهذا يقوي إرادتك على الالتزام بهذه الأمور الحسنة، وفي المقابل أيضا تجتنب تلك الأمور السيئة، لأنك إذا فعلت ستؤدي بك إلى دخول النار. فالدين وهذه الأمور تقوي إرادة المسلم على فعل الطاعات وترك المنكرات. ثم كذلك إدراك الإنسان لقيمته في الوجود، فمن خلال القرآن نكتشف أن الله عز وجل فضلنا، أنه كرم بني آدم، فالإنسان كرمه الله وفضله على باقي المخلوقات. فبالتدين تعرف قيمتك أيها الإنسان، وأن الله خلقك بيده، وأن الله كرمك سبحانه وتعالى. إذا فالإنسان أكرم مخلوقات الله عز وجل، وأفضل هؤلاء البشر هم المتقون. إذا الإنسان بشكل عام فهو مكرم على باقي المخلوقات. ومن بين الإنسان فالذين هم على دين يعبدون الله عز وجل يوحدونه، فهم خير من هؤلاء الذين لا يعبدون الله سبحانه وتعالى. ثم النقطة الأخرى وهي الشعور بمعية الله تعالى ومراقبته الشاملة. هذه من فوائد التدين على الفرد، يجعلك دائما تشعر أنك لست لوحدك، أن الله معك، أن الله سبحانه وتعالى بجانبك، تلجأ إليه في حالات شدتك، تلجأ إليه في كل الأوقات، تحس أن معك سميع رقيب سبحانه وتعالى. إذا كنت في مكان لوحدك فأنت لا تعصي الله، حتى وإن لم نضع عليك الكاميرات ولم يراقبك أحد، لأنك تخاف من الله سبحانه وتعالى، فهذا يؤدي إلى تقويم سلوك الإنسان. إذا هذه آثار، بعض آثار التدين، يمكنكم كتابة 3 منها أو 4 أو على حسب ما تيسر لكم. نمر إلى آثار التدين على المجتمع. إذا على المجتمع أيضا له فوائد كثيرة. فالتدين، المؤمنون إخوة، وعندما نقول إخوة بمعنى أنه يجب أن لا يكون هناك فرق
بين إنسان مؤمن وبين الآخر، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله يبين لنا من خلال الدين أن ميزان التفاضل بين الناس هو التقوى، ففلان ليس أفضل من فلان لأن هذا جميل أو هذا غني أو هذا، وإنما ميزان التفاضل هو التقوى. فهذا معنى من المعاني التي يرسخها التدين والتي لها فوائد على المجتمع، وهي القضاء على الميز العنصري، ويجعل الإنسان يتواضع لله سبحانه وتعالى، يتواضع لإخوانه، لأن لا فضل لهذا على هذا إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. إذن هنا نقول إقامة أوثق الروابط بين الإنسان وأخيه الإنسان، بحيث يتجاوز الدم واللون واللغة والوطن، يجعل الجماعة الإنسانية على قلب رجل واحد يجمعهم على الخير والبر. فالناس المؤمنون كلهم في أنحاء العالم كلهم يجب أن يكونوا على قلب رجل واحد، إنهم يعبدون إله واحد وينتظرهم مصير مشترك، وكلهم سيحاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. إذا هذه فائدة. ثم الفائدة الثانية أنه ينظم حياة الناس وفق شرع الله عز وجل الحكيم. فالله هو الذي خلق هذا الإنسان، والله هو الذي يعلم ما الذي يصلح لهذا الإنسان وما الذي لا يصلح لهذا الإنسان. فالمؤمن عندما يتبع شرع الله ويلتزم به فهو يعيش بسلام وأمان، لكن عندما يخالف أوامره فإنه يدفع ثمن ذلك، إما في هذه الدنيا أو في الآخرة، إما يدفعه في راحته النفسية أو في غيرها من الأمور. إذن هذه من فوائد التدين على المجتمع، وهو تنظيم هذه العلاقة بين الناس وفق شرع الله عز وجل الذي يضمن العدالة ويحقق الأمن والاستقرار والانضباط للمجتمع. يمكنكم أيضا كتابة هذه الأمور، وسامحوني إذا كنت أطيل عليكم، لأن الدرس مفروض يقدم في ساعتين، وأنا أحاول أن ألخصه لكم في حدود نصف ساعة مثلا أو على هذا الشكل. إذا نمر الآن إلى تمحيص الفرضيات. إذا الدين، لو رجعنا إلى الوضعية، إذا القلق الذي يعاني منه خالد، هل سببه الدين أم التدين؟ ممتاز، سببه التدين. لماذا التدين؟ لأنه غير متدين، غير متدين بالشكل المطلوب. لو أنه يصلي ويصوم ويقوم بكل الأمور التي فرضها عليه الله عز وجل، ومع ذلك يحس بهذا القلق وهذه الأمور، هنا يمكن أن نقول أن الخلل في الدين. ولكن ما دام هو مفرط، أحيانا يكذب، أحيانا لا يصلي، فالخلل فيه هو أول أنه غير مستقيم، لا يطبق الدين أصلا حتى نقول أن الدين هو السبب. إذا الدين ليس هو السبب في القلق الذي يعاني منه خالد، بل السبب هو ضعف تدينه. إذن إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الأمور، وهنا أطرح عليكم بعض أمور كتقويم إجمالي، لنستخلص بعد ذلك القيم، ثم أيضا ما هي بعض الامتدادات السلوكية. إذا كتقويم إجمالي، ما الفرق بين الدين وبين التدين؟ إذا كان بالإمكان أن تكتبوا هذا في تعليق، جيد. ثم ما هو سبب القلق الذي يعاني منه المسلم؟ ما هو سببه؟ خلال ما رأينا، ثم أيضا أذكر ثلاث آثار للدين سواء على الفرد وعلى المجتمع. وآخر شيء، هل الدين ضروري في حياة الإنسان؟ إذن خلال ما رأينا أجيب عن هذه الأسئلة حتى أرى هل فهمتم أم لم تفهموا. ثم هنا عندنا قيم مستفادة، عندنا قيمة التوحيد لأن أساسية، فأول قيمة يدعو إليها الدين هي توحيد الله عز وجل. ثم كذلك الاستقامة، أي التزام بأوامر الدين وتطبيق هذا الدين في الحياة. إذن كامتداد سلوكي، امتدادات سلوكية، أحرص على أن أكون متدينا حقا من خلال الالتزام بتطبيق أوامر الله تعالى في حياتي، لأن هناك كثير من المتدينين فقط هو مسلم ولكن لا يصلي ولا يفعل مجموعة من الأمور. ثم أرغب غيري في الدين الإسلامي وأدعوهم إليه، لأن المطلوب من المسلم ليس فقط أن يكون مسلما لنفسه، وإنما أن يبلغ. المسلم هو رسالي، أن فهو مسؤول، ليس هناك نبي آخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت أيها المؤمن وأنا والآخر كلنا مسؤولون عن إيصال هذا الدين وتحبيبه للغير. إذن بالنسبة للإعداد القبلي، أسئلة للدرس الموالي، ماذا نقصد بالمسجد؟ لماذا كان بناء المسجد هو أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة؟ إذن أجيبوا عن هذه الأسئلة، وتنسوا إذا استفدتم من هذا الفيديو أن تشاركوه مع الأصدقاء، وأتمنى لكم يعني مسيرة موفقة، ونلتقي إن شاء الله في الدرس الموالي المتعلق بالمسجد،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقل رب زدني.